حاجة لله، حاجة اديله حاجة بس. الواد تعبان الواد، والله والله الواد والله كان تعبان. بيودنا ان نعمل لكم الواد اي كان حاجة، كويس من هو شوية، عايز الفلوس كلها، الواد كان لا كويس الفلوس من كلها. شوية يا جدعان، حرام عليكم. فك يا بنتي وانا افرض. انت سنتك وقعت من الافتراء على امك. يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب. ايه خسرانه خسرانه خسرانه. السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى معانا كيكه وان شاء الله هنكسب برضو زي كل مره. لا احنا الفريق النهارده معانا كيكه اللي بتكسب فلوس، والفريق ده عمال بيكسبنا، واتمنى ان انتوا تعملوا لنا لايك. عمال بيكسبنا وهيكسب، اعملوا لنا لايك يا جدعان. يلا وصلوا لنا الفيديو ده حتى 40 لايك، 20 لايك، 30 لايك. ابوك انا عايز افضيان فضي. واو، اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك عشان احنا تعبانين خالص وما بنكسبش اي حاجه في اي حاجه. لا ما انتوا برضه ان شاء الله تبقوا تعبانين اكتر وتكسبوا. ان شاء الله هنكسب في الكيكه اللي بتكسب فلوس. يلا افتح، يلا لو نفتح. انتوا اللي عليكم المره دي. ماشي، يا رب ما يكسبوا اي حاجه بقى، عشان احنا كل مره بنخسر. هاي كسي خسرتي وانت خسرتي، الحمد لله. حاولي ما تطلعهاش عشان ما تفتفتيش، عشان الحمد لله ان هو ما كسبوش. يلا يا ابني، يلا يا فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عزيزي ابراهيم، وانت كمان اكيد ما كسبتش يعني. ليه ما كسبش وانا ما كسبش ليه يعني؟ انا كده يعني. عايز يلا يا ماما، يلا اصبري لو انا ما اشوف بابا كسب. ما كسبتش حاجه، يبقى انا كمان بقى ما كسبتش حاجه في الكيكه اللي بتكسب فلوس. يا جماعه مين يا رب ما يكسبوا، يا رب ما يكسبوا، يا رب ما يكسبوا. ليه يا رب ما يكسبوا؟ كسبتي الحمد لله. يلا يا فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنفتح الكيكه اللي بتكسب فلوس. على فكره الكيكه دي المره اللي فاتت كسبتنا كام؟ 25 جنيه؟ هي بتكسب خمسه يعني. روان وفهد راحوا اشتروا من السوبر ماركت عادي، هم وفهد وزين، كسبوا 15 جنيه كل واحد خمسه. انا ما كسبتش حاجه انا وفهد في الكيكه اللي بتكسب. انا سحلان، يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب. ايه خسرانة خسرانة خسرانة. احنا بقى نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، وانتوا حاسين ان انتوا قدامكم الدولارات يعني، ما انتوا كمان خسرانين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كسبتش ما كسبتش ما كسبتش. انت في ايه يا عم؟ استنى يا عم. طيب هي صعبة، ماشي، مش هتشوف، مش عايزك تشوف دورك اهو. انا ما كسبتش حاجة، انا ما كسبتش حاجه. الكيكه اللي بتكسب فلوس، انت على فكره بتحارب وهي اصلا سهله، الموضوع سهل جدا. انت ما كسبتش، معروف ان انت مش هتكسب حاجه. في ايه يا جماعه؟ ما كسبتوش عادي، نشوف كل ميه. يا رب ما حدش يكسب، يا رب ما حدش يكسب. خسرانه هترقع حته صوتها. يا رب ما حدش يكسب، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. في ايه النهارده؟ يا رب ما حدش يكسب. ده كده في بقى ايه؟ الدنيا تبقى حلوه قوي، احنا معانا ياد يا فهد. ده انا وان شاء الله نفتح ونكسب في الكيكه اللي بتكسب فلوس. كسب 5 جنيه. هي 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 اللي يشوفك يقول كسبان ليه؟ معرفش، بس هي بصي طالما بتلعب كده يبقى انا كسبت فيها. عادي دي 5 جنيه يا ابراهيم. يلا يا روان يا حبيبي. كسبت 5 جنيه، كسبت 5 جنيه. عادي يا ابراهيم المكسب. وكسبت 5 جنيه. على فكره الحق ذنبي ايه؟ على فكره الموضوع كبير يا جماعه، على فكره والله العظيم احنا كده فقر بقى يا جماعه. خدوا انتوا اتنين واحنا اتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى واحده لزين.
واحنا اتنين وهم اتنين وبقى الواحدة لزين. يا رب بقى يا رب بقى عشان كده حرام بقى. وكسبت كسبني وكسبت كسبني وكسبت كسبني لا حرام كده بقى الكيكة اللي بتكسب النهاردة الراد بتاعنا عالي وكسبت 5 جنيه وكسبت 5 جنيه وكسبت 5 جنيه يلا ده على ده انتوا كده كسبتوا خلاص حرام على فكرة والله العظيم حرام ايه واحنا اخترنا حاجة دي حاجة بتاعت ربنا يا جماعة باشا باشا انت 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 تنام لك ساعة قبل ما نعمل تحدي وماله طيب هو ذنبه ايه؟ ما يمكن العيب فيك يا جماعة في ايه؟ ما انا كسبت النهاردة يا جماعة يا جماعة ما تمدوش ايديكم على حاجة مش بتاعتكم فك يا بنتي وانا افرض انت سنتك وقعت من الافتراء على امك خلاص يا فهد خلاص يا فهد سنتك التانية هتقع خلاص يا فهد دي حارة نفسية معلش يا ابني معلش يا ابني خلاص 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 عندكم حاجة تانية نخسركم فيها ولا ما عندكوش؟ عندنا ما عندناش خلاص طيب ألف 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 مبروك النهارده خلاص يا فهد خلاص يا فهد خلاص يا فهد خلاص يا فهد معلش هنكسب المرة الجاية كل اللي همك 5 جنيه نرميها لك إن شاء الله هنكسب بكده الفيديو خلص معلش يا ابني أتمنى إن أنتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة حاجة لله قلت له حاجة بس الواد تعبان والله والله الواد تعبان والله كان بيودنا الواد كان كويس من شوية الواد كان كويس من شوية يا جدعان حرام عليكم أتمنى إن أنتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتشجعونا في الكومنتات بقى عشان الكومنتات بتاعتنا واثق خالص سلام خلاص يا ابني يا ابني خلاص يا ابني ما تقطعش قلبي عليك خلاص 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 احنا هنقفل الفيديو على كده في حاجة تانية معاكم؟